السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جيكومين اكس تي في. إذا هذا الفيديو مقدم من طرف هذه القناة لفائدة تلاميذ المستوى الثالثة ثانوي إعدادي بخصوص الدول التآلفية. سوف نقدم لكم تصحيح بعض التمارين الخاصة بهذا الدرس هذا. إذا أول تمرين سوف نتطرق إليه هو التمرين الثالث، لاحظوا جيدا. لتكن جي دالة تآلفية معرفة كما يلي: جي إكس تساوي 2x + 5. السؤال الأول يقول: أحسب ما يلي: جي صفر و جي ناقص واحد، جي واحد ناقص جي مربع 7، و جي ناقص 3. إذا عندنا هاد الصورة هادو، جي صفر و جي واحد ناقص جي مربع 7 و جي ناقص 3. إذا أول سؤال هو حساب هاد الصور هادو خلال هاد الدالة التآلفية اللي عندنا هنا، جي إكس زائد 5. ثم السؤال الثاني: أنشئ تمثيل مهياني للدالة جي في معلم متعامد ومنظم. هل السؤال الثالث: هل التمثيل المبياني للدالة جي يمر بالنقطة مثلا 101 و205؟ علل جوابك. ثم السؤال الرابع: حدد العدد الذي صورته بالدالة جي هو 13. ثم خامسا: بدون حساب حدد قيمة ديال جي 2007 2009 ناقص جي 1430 على 2009 ناقص 1430. انتم لاحظتوا هذا التمرين هذا، سوف نقوم بحله لتكون جي دالة تآلف المعرفة كما يلي: جي اكس تساوي 2x + 5. اذا اول جي خاصنا نحسبو هاد الصورة هادو: جي صفر و جي واحد ناقص جي مربع 7، وكذلك جي ناقص 3. ثم نقوم بإنشاء التمثيل المبياني للدالة جي في معلم متعامد ممنظم. ثم هل التمثيل المبياني للدالة جي يمر بالنقطة أ تساوي 101 و205؟ علل جوابك وحدد العدد الذي صورته بالدالة جي هو 13. ثم أخيرا: بدون حساب حدد قيمة جي 2009 ناقص جي 1430 على 2009 ناقص 1430. إذا بعد قليل سوف نقوم بحل هذا التمرين الخاص بالدوال التآلفية لفائدة تلاميذ سنة ثالثة ثانوي إعدادي. إذا بعد الإجراء ديال العملية وكذلك بعد بذلكم مجهود في حل التمرين، سوف نقوم بحله الآن. إذا قارنوا النتائج أرجوكم أيها التلاميذ الأعزاء. إذا لاحظوا جيدا، بالنسبة للتمرين هو هذا، ذكركم به دائما، لاحظتوا هو التمرين هذا، تمرين ثالث كما لاحظوا جيدا أمام الكاميرا. يكون جي دالة تآلفية معرفة كما يعني جوج إكس زائد 3 هي الدالة التآلفية. قلك أحسب الصور: جي صفر و جي واحد ناقص جي مربع 7، جي واحد ناقص جي مربع 7 و جي ناقص 3. أجي نحسبو دابا الصور، هاتي شوفو، لاحظو مزيان. إذن حساب الصور خاصنا نعوضو دائما إكس بالعدد، مثلا جي إكس زائد 5 هي تسمى الدالة التآلفية. أش غندير دابا؟ نعوض إكس بالعدد صفر، وكذلك إكس بعدد واحد ناقص جي مربع 7، وكذلك إكس بناقص 3. إذن بالنسبة للصورة ديال العدد صفر هو 5، جي صفر زائد 5 تساوي 5. الخمسة هي الصورة ديال العدد صفر بلا الدالة هادي، جوج إكس زائد 5.
بالنسبة للعدد واحد ناقص جوج مربع سبعة، الصورة ديالو هي سبعة ناقص جوج مربع سبعة، سبعة ناقص اثنان جوج مربع سبعة. بالنسبة للصورة ديال ناقص واحد، إذن أنت لاحظوا مزيان حساب الصور، تلاحظوا بأن العدد صفر الصورة ديالو هو خمسة، والعدد واحد ناقص مربع سبعة الصورة ديالو هي سبعة ناقص اثنان جد مربع سبعة. بعد الإجراء العملية تلاحظوا إذا سنعوضوا غير إكس، سنعوضوا إكس بالعدد واحد ناقص مربع سبعة. إذن الصورة ديال العدد واحد ناقص جوج مربع سبعة هي سبعة ناقص اثنان جوج مربع سبعة. والصورة ديال لاحظوا جيدا والصورة ديال العدد ناقص واحد، طبعا الصورة ديال العدد ناقص ثلاثة هو ناقص واحد. إذن خمسة هي الصورة ديال العدد صفر، وسبعة ناقص اثنان جد مربع سبعة هي الصورة ديال واحد ناقص جد مربع سبعة، والصورة ديال ناقص واحد، والصورة ديال العدد ناقص ثلاثة هي ناقص واحد. إذن ثانيا انظر إلى التمثيل مبين. هذا هو المعلم متعامد منظم او اي جي، خاصكم تعرفوها ان اكس ان افصول هذا المحور ديال الافاصيل هو ديال الاعداد صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة الى اخره، هذو هما الاعداد. والاعداد عندهم صور فين؟ في المحور ديال الاراتب، اي المحور ديال الصور اف اكس او جي اكس، هنا تمثل جي اكس. اذا جي اكس عندنا اثنين اكس ناقص خمسة. إذا اللي عودنا مثلا العدد إكس بالصفر أو الصفر هو هذا، تلاحظوا بأن الصورة ديالو هو ناقص خمسة. الصورة ديالو هي زائد خمسة، أعتذر الصورة ديالو هو زائد خمسة. إذا الدالة عندي هي جوج إكس زائد خمسة. إذا عودنا هنا الصفر نحصلو على العدد خمسة، هو هذا. من خلال الأمثلة لدينا جي ناقص ثلاثة، لأن جي هي ناقص ثلاثة هي هذا هو العدد، الصورة ديالو هي ناقص واحد. لاحظوا جيدا. إذا ناقص ثلاثة هو العدد، الصورة ديالو هو ناقص واحد هنا في هذا المحور ديال الأراتيب أو المحور ديال الصور، أو ناقص واحد هنا. إذا حددنا هنا نقطتين، وهذه هي هذا هو المستقيم أو التمثيل المبياني ديال الدالة التآلفية جوج إكس زائد خمسة، وتلاحظوا بأنه لا تمر من أصل المعنى. إذا التمثيل دائما تتاخذ واحد جوج صور تكون باين، الأحسن ناخذ الصورة ديال الصفر والصورة أي كين فيما كانت ديال واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يكون قراب شيء ما، باش تاخذوا واحد جوج نقاط وتمثلوا ديروا تمثيل مبياني ديالو. إذن هذا متعلق بالتمثيل المبياني. قال لك السؤال الثالث، هل التمثيل المبياني للدالة جي يمر بين النقطة 101 و 205؟ إذا ما غاش نمثلو هنا النقطة 101 و 105، هنا لا يكفي، شحال خاصنا نقطو 105؟ خاصنا نخرجو من الورقة أو غاديين إلى ما لا نهاية حتى نوصلو 105 101، هادشي غير. إذا في التمثيل المبياني تيكون مبسط، أما هنا في التمثيل الجبري خاصنا نديرو التعليل في جبري. إذا خاصنا نتأكدو واش فعلا صحيح أم خطأ أن الصورة ديال العدد 101 هو
205. تناخد هذاك 101، العدد 101 تنديروه في هذا في الدالة التألفية، تنعوضوه ب x. تناخدو x تنعوضوه بالعدد 101 وتنحاولو نحسبو هادي. إذا جوج في 101 تعطيك 202، زائد 5 تعطيك 207. إذا الصورة الحقيقية ديال العدد 101 هي 207 وليست 205. إذا لا، إذا العدد إذا لا ي... إذا هل تمثيل ما بين الدالج يمر بالنقطة؟ إذا لا ي... لا تم... لا يمر بالنقطة أ 101 و 205. إذا بغات تمر من النقطة خاصها تكون عند القيمة ديال 207 وليست 205. إذا كيفاش كشفنا؟ طبقنا التمثيل العادي ديال حساب الصور عادي. إذا هادي هذا عدد خاصنا نحسبو الصورة ديالو. في 101 تنشوفو جوج في 101 زائد 5 تلاحظو بأن 207، و 207 تخالف 205. إذا لا، النقطة هادي النقطة أ اللي في 101 و 205 لا تمر من التمثيل المبيني. اللي بغات تمر من التمثيل المبيني خاص تاخد القيمة ديال 207 في الصورة ديالها. السؤال الموالي قال لك حدد العدد الذي صورته بالدالة جي تساوي 13. تابعوا معايا مزيان. اذا خاصة ولا بد ترد هاد الدالة التألف على شكل معادلة من الدرجة الأولى. جي اكس زائد 5 تساوي 13 أي الصورة. اذا تتعرفوا بأن العنصر المجهول هنا هو اكس، خاصنا نبحثوا عليه. خلينا نوجدوا بأن فعلا تساوي 4. إذن العدد x الذي صورته بالدالة g يساوي 13 هو 4، هو العدد 4. 2 في 4 زائد 5، إذن 8 زائد 5 يساوي 13. إذن العدد الحقيقي هو 4. هذا هو العدد اللي الصورة ديالو 13 بالدالة التألفية g x يساوي 2 x زائد 5. إذن باش عرفناها خاص ولا بدنا نديرو هاد الطريقة هادي. إذن عندنا هنا الدالة التألفية خاص نردو على شكل دالة، هذا نردو على شكل معادلة من الدرجة الأولى ونبحثو على المجهول هو إكس. إذن باش نتأكدو تنديرو إف أربعة تساوي بعضهم تنديرو جي، نديرو جي 4 تساوي 2 في 4 زائد 5، إذا تساوي 8 زائد 5 تساوي 13. إذا صح. هنا في السؤال الخامس قالك بدون حساب حدد القيمة ديال اف 209 ناقص جي ديال 209. تصور هادو جي 209 ناقص جي 1430 على 209 ناقص 1430. هادشي تذكرنا بصفة عامة كيفاش تتحسبو معامل الدالة التألفية. أ اف اكس ناقص اف اكس بريم على اكس ناقص اكس بريم مثلا. إذا تلاحظوا بأن هناك واحد الترتيب، أنتم ماما تصور هنا جي 2009 ناقص جي 1430، هادو تيسمو الصور وهنا الأعداد. توافقين شي لاحظتو جي 209 هنا والصورة والعدد ديالو 209، وهنا الصورة جي 1430 والعدد هو 1430. إذا حسبتو هادشي بدون حساب، كاع اللي حسبتو تلقاو فعلا تساوي 2. إذا بدون حساب حدد القيمة ديال هادي هي 2، وهادي الصيغة هادي تسمى معامل الدالة التألفية. باش نعرفو معامل الدالة التألفية دايما تمشي بصفة عامة أ إكس زائد بي، خاص تعرفو بأن أ هذا الأرسوب عند الأصل بي، و أ راه معروف هو سميتو شي تسمى معروف هو معامل الدالة التألفية. إذن هذا هو الشرح ديال التمرين الأول، هو هذا التمرين الثالث. التمرين الأول هنا في السلسلة هو تنعني به التمرين الثالث، لتكون جي دالة تألفية معرفة بما يلي: جي إكس تساوي 2 إكس زائد 5. أولا حسبنا الصور ونشأنا التمثيل المبياني للدالة جي في معلم متعامد ممنظم، وجاوبنا على السؤال ديال التمثيل المبياني للدالة هل يمر من نقطة أ
الذي الأفصول ديالها 101 والسرعة ديالها 205. وحددنا العدد الذي صلته بالعدد جي هو 13، ثم حسبنا بدون أبدا حددنا القيمة ديال هذاك ديال المعامل الدالة التألفية بدون حساب، نعرفوا بأن المعامل ديالها هو 2. إذا أقترح عليكم التمرين رقم 4، نعتبر الدالة F المعرفة كما يلي: Fx تساوي ناقص جوج إكس زائد 3. إذن أولا أحسب F جوج و F صفر و F جذر مربع 2 ناقص 3، هذه تسمى صور. F جوج و F صفر و F جذر مربع 2 ناقص 3 تسمى صور. إذن أحسب F جوج ثم F صفر ثم F جذر مربع 2 ناقص 3، ثم حدد العدد الذي صورته 5 بالدالة F. سوف نحدد العدد الذي صورته 5 بالدالة F، أي العدد X. مثل مبيان الدالة F أي الدالة التألفية في معلم المتعامل المنظم. رابعا بين أن الدالة الخطية، بين أن الدالة خطية جي التي تمثلها المبيان يمر من نقطة أ 2 ناقص 1. إذن 2 يسمى الأفصول والصورة ديالو هو ناقص 1، معرفة كما يلي: جي إكس تساوي ناقص 1 على جوج إكس. خامسا مثل مبيان الدالة جي في نفس المعلم بلون مغاير، ثم حل المعادلتين اف اكس و جي اكس و اف اكس تساوي جي اكس، وحل المتراجعه اف اكس اصغر من او تساوي جي اكس. اذا من خلال التمرين لدينا دالتين مختلفتين، كاين الداله التالفيه هو اف اكس تساوي ناقص 2 اكس زائد 3، وكاين الداله الخطيه جي اكس تساوي ناقص 1 على 2 اكس. بالنسبه للداله التالفيه ناقص 2 اكس زائد 3 عندها تقريبا 3 أسئلة. احسب الصور اف جوج و اف صفر و اف جذر مربع 2 ناقص 3، ثم نحدد العدد الذي صورته 5 بالدالة اف، ثم نمثل مبيان الدالة اف في معلم متعامل ممنظر، ثم رابعا نبين ان الدالة الخطية، نبين ان الدالة الخطية جي التي تمثلها المبيان يمر من نقطة أ 2 ناقص 1 معرفة كما يلي: ثم جي اكس تساوي ناقص 1 على 2 اكس. ثم مثل مبيان الدالة جي في نفس معلم بلون مغاير، وحل هذه المعادلتين، عند تبونا حل هذه المعادلتين اف اكس و جي اكس تساوي صفر و اف اكس تساوي جي اكس، وحل متراجعها اف اكس اصغر من او تساوي جي اكس. إذن بعد قليل سوف نتمكن من تصحيح هذا التمرين هذا. إذن قوموا بالمجهود ديالكم وسوف نقارن النتائج بعد لحظات. ألو، انتبهوا معي الحل ديال التمرين رقم 4. إذن عندنا هنا اف اكس تساوي ناقص 2 اكس زائد 3. إذن أول حاجة نحسبه هي حساب الصور. عندنا اف 2 و اف 0 و اف جذر مربع 2 ناقص 3. إذن حساب الصور، إذن خاص نعوض العدد بإكس، إذن إكس نعوضه بهذا العدد هنا 2، إذن ناقص 2 في 2 زائد 3، إذن عندنا الدالة التألفية 2 إكس زائد 3. إذن ولابد هنا باش نحلو هاد التمرين هذا خاص ولابد نضيفو ونعوضو هاد إكس بإتنين. إذن إف إتنين هي صورة، العدد هنا هو 2، إذن اف 2 تساوي ناقص 2 في 2 زائد 3، ناقص 2 في 2 شحال يساوي؟ ناقص 4، ناقص 4 زائد 3 كم يساوي؟ ناقص 1، إذن اف 2 الصورة ديالو هي ناقص 1، إذن العدد 2 الصورة ديالو هو ناقص 1، إذن هنا اف 0 تساوي ناقص 2 في 0 زائد 3 تساوي 3، إذن ناقص 2 في 0 زائد 3 يساوي 3. نعوض هذا العدد صفر بالدالة التألفية، ناقص 2 في 0 هو 0 زائد 3 يساوي 3.
لدينا اف جذر مربع 2 ناقص 3. اذا اكس اللي عندنا هنا هو جذر مربع 2 ناقص 3. كيف ما هنا غادي نعوضوا هاد اكس هذه بجذر مربع 2 ناقص 3 ونضيفه هنا. لاحظوا مزيان، ناقص 2 بين قوسين جذر مربع 2 ناقص 3 زائد 3. اذا بعد عملية النشر ناقص 2 جذر مربع 2 زائد 6 زائد 3. لاحظوا معايا مزيان، حصلوا على ناقص 2 جذر مربع 2 زائد 9، اي 9 ناقص 2 جذر مربع 2. اذا الصورة ديال العدد جذر مربع 2 ناقص 3 هي 9 ناقص 2 جذر مربع 2. اذا هنا اف 2 الصورة ديال العدد 2 شنو هو؟ ناقص 1. والصورة ديال العدد 0 هو شنو؟ هو 3. والصورة ديال العدد جذر مربع 2 ناقص 3 هو 9 ناقص 2 جذر مربع 2. من بعد تحديد العدد الذي صورته 5 بالدالة F، تحديد العدد X. دابا X عندنا مجهول والصورة ديالو عندنا هي 5. دابا العكس ديال هاد السؤال هذا هو العكس ديال السؤال الأول. في السؤال الأول تنبحثو على الصورة، والسؤال الثاني تنبحثو على العدد X. إذا لتحديد العدد X الذي صورته 5 بالدالة F يجب اتباع التالي. تنعوضوا هذيك الدالة التألفية على شكل معادلة، تعرفوا أن الصورة هي 5. ناقص 2 إكس زائد 3 تساوي 5. دابا نحسو سوف نبحث هنا المجهول إكس، لأن القيام بالعمليات تعرفوا بأن إكس تقريبا هي ناقص 1. إذن 5 العدد العدد ناقص 1 هو الصورة ديالو 5 بالدالة إف بالدالة هذي. ناقص 2 إكس زائد 5 ناقص 2 إكس زائد 3. إذن إكس تساوي ناقص 1. إذن خاصو لابد نستعمل هنا إف ناقص 1. لاحظوا معايا هنا ناقص 1 هنا، هاد العدد هنا الصورة ديالو هو 5. إذن العدد ناقص 1 الصورة ديالو الحقيقية 5، حيت ندخلوها في هاد الدالة التألفية. ناقص ندخلو زعما شنو هي تندخلو زعما كنعوضو إكس بناقص 1 بالقيمة ديالها. ناقص 2 في ناقص 1 تساوي 2، 2 زائد 3 تساوي 5. إذا أنت لاحظوا جيدا، إذا هذا هو الدليل القاطع بأن 5 هي الصورة ديال العدد ناقص 1. هذا بالنسبة للجواب ديال السؤال الثاني، وهذو الأجوبة ديال السؤال الأول. قال لك هنا في السؤال قال لك ما التنمي بياني الدالة اف في معلم متعامد منظم. شنو معنى معلم متعامد منظم؟ هو او اي جي. خاصكم تعرفوا بانه يتكون من محورين، كاين محور ديال الافاصيل او الاعداد، وكاين محور ديال الاراتيب او ما يسمى بالصور اف اكس. تاخذوا اللي بغيتوا ترسموا بيان سور تمثيل مبياني ديال الدالة التألف، تاخذوا جوج صور مثلا اف صفر و اف واحد. هنا عندنا تقريبا اف جوج، تاخدو اف صفر و اف جوج. مثلا اف صفر هو 3، حيت جوج في صفر هو صفر، اذا تبقى 3. اذا ها هو العدد صفر، ها هو بالضبط الصورة ديالو 3. من بعد العدد 2 الصورة ديالو هو ناقص 1. اذا ها هو العدد 2، ها هي الصورة ديالو ناقص 1. شي لاحظتوه؟ إذن هناك صورتين يمكن لنا نحدو بيسير هذا التمثيل هذا. إذن هذا تسمى اف اكس ناقص 2 اكس زائد 3. اجي دابا نشوفو بين ان الدالة الخطية جي التي تمثلها مبين يمر من نقطة جوج ناقص واحد معرفة كما يلي. اذا كيفاش نبينو ان الدالة خطية او الدالة تألفية؟ خاص نبينوها بالطريقة التالية.
بالمعامل الدالة الخطية أو معامل الدالة التألفية. إذن هنا عندنا نقطة الصورة ديالها اثنان وهنا ناقص واحد. نقدر نديرو التمثيل مثلا اف جوج خاص ولا بدا تساوي ناقص واحد، باردون جي جوج، جي جوج تساوي ناقص واحد. ولا الطريقة الثانية هي الطريقة ديال معامل الدالة الخطية، إذا تعرفوا بأن معامل الدالة الخطية هي جي إكس على إكس، جي إكس هي ناقص واحد، هاهو هنا مبين، و إكس هو العدد، هاهو جي إكس هو ناقص واحد والعدد هو اثنان، إذن جي على اثنان على اثنان، هي ناقص واحد على اثنان، إذا ناقص واحد على اثنان هو إكس. لأننا نعوض هاد اثنين هادي، تلاحظوا اللي عوضنا هاد إكس باثنان، نلاحظوا بأن العدد اللي غادي يكون هنا هو ناقص واحد، ناقص اثنان على اثنان تساوي ناقص واحد. هذا دليل قاطع بأن النقطة اثنان، الأفصول ديالها اثنان والصورة ديالها ناقص واحد، تتمر من تنتمي إلى تمثيل الدالة الخطية جي إكس. جي لأن جي إكس تساوي ناقص واحد على جوج إكس. إذن التمثيل المبياني ديالو هو هاد الشكل، هذا هو هاد الشكل. تلاحظوا بأن اثنان من العدد اثنان الصورة ديالو تقريبا ناقص واحد. وهنا جي صفر تساوي، جي صفر تساوي صفر، وجي لواحد هنا عندنا هنا واحد تقريبا، جي واحد تساوي ناقص واحد على جوج. إذن هاو العدد واحد تقريبا، هاهو العدد ناقص واحد على جوج، إذن هنا كاين واحد وهنا كاين ناقص واحد على جوج. إذن هاد التمثيل هذا تيسمى جي إكس يساوي ناقص واحد على جوج. إذن التمثيل الأول هو اف اكس، هذاك تسمى الدالة التألفية، وهو التمثيل هذا ديال الدالة الخطية خاصو يبدا يمر من أصل المعلم أو، أو إي جي. بالنسبة لحل المعادلتين، عندنا مثلا اف اكس و جي اكس، تلاحظو هنا عندنا ناقص جوج إكس زائد ثلاثة في واحد على جوج إكس في واحد في ناقص، إذن عندنا لو شوا سوا ناقص اثنين إكس زائد ثلاثة تساوي صفر، أو ناقص واحد على جوج إكس تساوي صفر. ديال واحد فيهم اللي تساوي صفر، يقدر يكونوا بجوج اللي تساوي صفر او واحد فيهم، عندنا لو شوا. اذا ناقص واحد على جوج اكس في ناقص جوج اكس زائد ثلاثة تساوي صفر، اذا اما ناقص واحد على جوج اكس تساوي صفر او ناقص اثنين اكس تساوي صفر. اذا فات الحالة الاولى ناقص اثنين اكس زائد ثلاثة تساوي صفر، اذا ناقص اثنين اكس تساوي ناقص ثلاثة، اذا اكس تساوي ثلاثة على جوج. او الحالة الثانية هو الصفر. إذن الحلول ديال هاد المعادلة هما حلين، هو صفر و ثلاثة على اثنان. بالنسبة ل اف اكس تساوي جي اكس، عندنا اثنان اكس زائد ثلاثة، تابعو اثنان اكس زائد ثلاثة تساوي ناقص واحد على جوج اكس. فهاد الحالة
خصنا نردو المجاهيل في واحد الجهة وردو الأعداد المعلومة في جهة أخرى. إذا بعد إجراء العمليات تلقوم بأن الحل هو كاين حل واحد هو اثنين. وهذه حل المتراجعة ناقص 2 اكس اكبر من اصغر من او تساوي ناقص 1 2 اكس. في الاخير خرجت لنا اكس اكبر من او تساوي 2 بعد تغيير اشارة او تغيير الرمز. اذا هذا هو الحل ديال التمرين الرابع كيف ما شفتوا. إذن ننتقل إلى تمرين آخر حول الدالة التآلفية. إذن هذا هو الحل للتمرين الخامس لتكون F دالة تآلفية. بحيث F 7 تساوي 13. إذن 13 هي الصورة ديال العدد 7 و 7 هي الصورة ديال العدد 4. اولا سوف نحدد معامل الداله من خلال هاد جوج ديال الصور اف 7 تساوي 13 و اف 4 تساوي 7. لتحديد معامل الداله ا هو معامل الداله التالفيه اف 4 ناقص اف 7 على 4 ناقص 7 تساوي 7 على ناقص 13 7 ناقص 13 على 4 ناقص 7. تلاحظوا بان F4 يساوي 7 و F7 يساوي 13 الصورة ديالو. إذا 7 ناقص 13 يساوي ناقص 6. و 4 ناقص 7 يساوي 3. إذن نا 6 على 3 تساوي 2. إذن معامل الدالة التألفية هنا هو 2. إذن تعبير الدالة التألفية تعرفوا بأن تعبير العام للدالة التألفية تساوي AX زائد B. AX زائد B عندنا A تساوي 2. إذن X خاصنا نعرفوا العدد 4 هو الصورة العدد 4 الصورة ديالو 7. إذن نديرو التمثيل ديالو. نعوضوا اكس بأربعة ونعوضوا الصورة بسبعة. إذن باش نلقاو هاد بي. إذن جوج في أربعة تساوي ثمانية، ثمانية زائد بي تساوي سبعة. إذن بي تساوي سبعة ناقص ثمانية تساوي بي تساوي ناقص واحد. إذن من خلال هاد التعبير الدالة التألفية خرجت لنا جوج اكس ناقص واحد. إذن جوج اكس ناقص واحد هي اف اكس هي الدالة التألفية. إذن تعبير الدالة التألفية تناخدو واحد الصورة معينة F4 تساوي 7. تنعوضو X تنعوضو العدد X بأربعة وتنعوضو الصورة بسبعة. تخرج هنا في الحالة جوج في أربعة زائد B تساوي 7. جوج في أربعة زائد B تساوي 7. إذن 8 زائد B تساوي 7. إذن هنا جدنا هاد الطريقة هذه باش نحدو العدد B، والعدد B هو ناقص واحد. إذن جوج X ناقص واحد هذا هو التعبير ديال الدالة. إذن في الأول خاصة ولا بد نلقاو المعامل ديال الدالة التألفية ثم نحدو العدد بي بواحد الصورة ما ديال الأمثلة. نختارو مثال ما بين أمثلة ديال الصور بحال اف 4 تساوي 7. تعرفو بأن 4 هو العدد و 7 هو الصورة. تخرج لينا هاد القضية ديال جوج اكس ناقص واحد هي الصيغة أو تعبير الدالة التألفية اف اكس. دابا غادي نشوفو الحساب ديال الصورتين العدد 5 و 0. ديجا عندنا الصيغة ديال الدالة اف اكس هي جوج اكس ناقص واحد. اذا تنعوضو الصفر بالعدد، تنعوضو اكس بالعدد صفر. اذا تتخرج لينا الصورة ديالو هي ناقص واحد، و تنعوضو اكس بالعدد 5. تنخرجوا بان تعرفوا بان الصوره ديال 5 العدد 5 هو 9.
إذن ما علينا غير نعوض إكس بالعدد ما، العدد صفر أو العدد خمسة باش نلقاو الصورة ديالو. رابعا تحديد العدد إكس الذي صورته 12 بالدالة F. إذا هنا طريقة عكسية ديال الطريقة الأولى، إذا خسرتو هذاك الدالة التألف على شكل معادلة، خسرتو بأن الصورة ديالي هي 12، إذا جوج إكس ناقص واحد تساوي 12، إذا جوج إكس تساوي 12 زائد واحد، إذا ناقص واحد في الجهة الأخرى تصبح زائد واحد، إذا جوج إكس تساوي 13، إذا إكس تساوي 13 على جوج، إذا 13 على جوج هي العدد الذي صورته هو 12، باش نعرفو تنديرو إف تساوي 13 على جوج، تنعوضو إكس ب 13 على جوج، جوج في 13 على جوج ناقص واحد، تلاحظو بأن 13 على جوج ناقص واحد، جوج في 13 على جوج ناقص واحد تعطيك 13 ناقص واحد، 13 ناقص واحد هي 12. إذن 12 هو الصورة ديال العدد 13 على جوج. أي مثال واضح هنا، إذن هنا وضحناه كيفاش شفنا. فوالا ننتقلوا دابا لتمرين آخر. إذن هذه هي تتسمى، هذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة التألفية او اي جي. او اي جي اذا هنا كاين اي وهنا كاين جي. اذا او اي جي هو منظم، هو منظم متعام، هو معلم متعامد ممنظم. اذا هاد الدالة هادي اسمها الدالة التألفية، اذا ما خصهاش مر من اصل المعلم، ونختاروا صور مثلا الصورة دي 4 هي 7 والصورة دي 0 هي ناقص 1. ديجا عندنا جوج اكس، يعني عندنا ناقص جوج اكس ناقص 1، اذا فاش اكس فاش تعوضها بصفر تصبح كل شيء صفر، اذا تبقى غير ناقص 1 هو ناقص 1، اذا اكس فاش تعوضها في 4 تخرج لك 7، ناقص جوج في 4 شحال هي يعني ناقص 8، ناقص 8 إذن الآن سوف نتطرق إلى التمرين 6 لتكون عش دالة تألفية تمثيلها المبياني يمر من نقطتين أ ناقص 1 4 ثم ب 1 ناقص 2. أول حاجة نفكر فيها هي تمثيل مبياني الدالة عش في معلم متعامد ممنظم أو إي جي، ثم تحديد معامل الدالة عش، ثم أوجد تعبير عش إكس، وحدد العدد الذي صورته بالدالة عش تساوي ناقص 5، وأحسب صورة العدد 3 بالدالة عش. إذن سوف أعيد تمرين 6 لتكن عش دالة تآلفية تمثيلها المبياني يمر من نقطتين أ، إذن الفصول ديالها هو ناقص 1 والصورة ديالها هو 4، ثم النقطة ب الأفصول ديالها هو 1 و الصورة ديالها هي ناقص 2، من أ عندك ناقص 1 4 و ب 1 ناقص 2، هادو تسمو إحداثياتي النقطة أ و ب. قالك مثل مبيانيا الدالة اش في معلم متعامد ممنظم او اي جي، ثم حدد معامل الدالة اش من خلال هذه احداثيات النقطة، اوجد تعبير اش اكس، ثم حدد العدد الذي صورته بالدالة اش تساوي ناقص 5، ثم احسب صورة العدد 3 بالدالة اش، احسب صورة العدد 3 بالدالة اش. اذا رجاء نقوم بالتمرين هذا، وبعد لحظات سوف نقوم بتصحيح ويمكنكم مقارنة النتائج.
إذن سوف أنا أخذ التمرين هذا، تمرين 6 هو الحل ديالو. إذن لتكن أشد التآلفية تمثيلها المبياني يمر من نقطتين أ ناقص 1 و4 و ب 1 ناقص 2. إذن هذا هو الحل للتمرين السادس. إذن أولا مثل مبيانا دال اش في مع المتعامد ممنظم. اذا خاصكم تعرفوا بان العدد ناقص 1 النقطه هذه ا، هذا هو الاحداثيه ديال النقطه. اذا العدد ناقص 1 الصوره ديالو هو 4 هو 1. ناقص 1 هو ناقص 1 بالضبط، هو الصوره ديالو 4. إذا واحد بدو ناقص واحد، إذا ناقص واحد هاي الصورة ديالو هي 4، هي هاد الشكل. إذا هنا فين تتكون النقطة أ، و بي واحد و ناقص جوج، ها واحد، ها و ناقص جوج، واحد هو العدد و ناقص جوج هي الصورة، إذا هنا كاين بي. إذا من أ لبي تيكون هناك واحد التمثيل، 3x + 1، إذا 3x + 1 سوف هو تمثيل مبياني ديال هاد الدالة هادي. دابا نتعرفو على من بعد كيفاش لقينا هاد 3x + 1. إذن إحداثية ديال النقطة هنا هي ناقص 1 و4، وكذلك 1 و-2. إذن تحديد معامل الدالة اش هو كالتالي، ديما الصور الفوق والاعداد لتحت. إذن 4 هما لاحظوا هنا 4 + 2 حيت ناقص ناقص 2 تعطيك زائد، ناقص 1 - 2، ناقص 1 - 1، ناقص 1 - 1، أي 1 - 1، أي ناقص 1، أي ناقص 1، ناقص 1 - 1. إذن هنا عندنا 6 على -2 هي تساوي -3. إذن معامل الدالة التآلفية هنا هو -3. إذن فاش نقول هنا -3 معناها -3x + b. إذن ناخذ واحد المثال لتحديد بي، ناخذ واحد المثال ديال واحد الصورة بحال اش تساوي -1 - 4. إذن 4 هي الصورة ديال العدد -1، تعوض بها سور اكس -1 تعطينا مع -، تعطيك 3، 3 + b تساوي -4، تساوي 4 باردون، تساوي 4 تتبان بحال ناقص هنا، إذن تساوي 4. إذن من خلال هاد بحال الشكل ديال المعادلة تنحتفظ بي تساوي 4 - 3، 4 - 3 كم يساوي؟ تساوي 1. إذن اش اكس تتساوي ليك هنا -3x + 1، -3x + 1. إذن هادي الدالة التآلفية هنا فين كشفنا عليها، -3x + 1. إذن أولا خرجناها بشكل ديال معامل الدالة، معامل الدالة اش، ثم كشفنا الصيغة ديالها هي -3x + 1. إذن السؤال الموالي قال لك حدد العدد الذي صورته بالدالة اش هو -5. خاصنا نحدد واحد العدد اكس الذي صورته بالدالة اش هو -5، لان -5 تتمثل الصورة. خاصنا هاد اكس هاد خاص ولا بد نديرو على شكل معادلة، نردو هاديك الدالة التآلفية على شكل معادلة، والمجهول هنا هو اكس، خاصنا نبحثو عليه حيت هو العدد. -3x + 1 تساوي -5، لقاو في الاخير تساوي 2، اذا اكس تساوي 2. دليل واضح، خاص يكون عندنا اش 2 تساوي -5. اذا تنعوضو اكس ب2 تلقاوها فعلا تساوي -5. اذا هذا الشيء كامل صحيح، اذا العدد الذي صورته -5 هو 2. هنا احسب صورة العدد 3 بالدالة اش، دالة اش هي دالة تآلفية، هي -3x + 1،
إذا ناقص 3 زائد ناقص 3 إكس زائد 1 وهي الدالة الألوفية عاش اللي تنبحثو عليها. تنعوضو هذا العدد 3 بإكس، ولا بعضهم تنعوضو إكس بثلاثة، تنعوضو هذا العدد إكس بهذا العدد ثلاثة. إذا ناقص ثلاثة في ثلاثة شكم يساوي؟ تساوي ناقص ثلاثة ناقص زائد واحد تساوي ناقص ثمانية. إذا ناقص ثمانية هي الصورة ديال العدد ثلاثة بهاد الدالة أش، بهاد الدالة أش. ناقص ثمانية هي الصورة لعدد ثلاثة بهاد الدالة أش. إذا تعرضت عليها في الآخر أش ثلاثة تساوي ناقص ثمانية. إذا هذا هو الصحيح ديال التمرين السادس ديال الدالة الألوفية خاصة بالتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. ننتقل الآن إلى التمرين الأخير، تمرين رقم. إذا لدينا التمرين 8، ننتبه لتكن جي الدالة المعرفة كما يلي: الدالة الألوفية جي اكس تساوي ناقص 3 اكس زائد 2. إذن احسب جي صفر و جي ناقص 1 و جي 2، ثم حدد العدد الذي صورته 1 بالدالة جي ومثل مبين الدالة جي. ثم الاسئلة اللي اكثر اشاع اكثر تداولا في الدالة التألفية. إذن احسب الصور ثم احسب العدد ثم التلميبيانين. الدالة هي ناقص 3 اكس زائد 1، باردون ناقص 3 اكس زائد 2. حسب الصورة ديال العدد الصفر وعدد ناقص 1 وعدد 2، هي جي صفر جي ناقص 1 وجي 2. ثم حدد العدد الذي صورته 1 بالدالة جي ومثل مبيانيا الدالة التألفية جي. اجي دابا نشوفوا الحل ديال هذا التمرين. اذا هذا هو التصحيح ديال التمرين الثامن، لتكون جي الدالة معرفة كما يلي: جي اكس تساوي ناقص 3 اكس زائد 2. اذا اولا حساب الصور جي صفر وجي ناقص 1 وجي 2، خاصنا نعرفو كيفاش نحسب الصور. نعوضو غير هاد العدد اكس بصفر او ناقص 1 او 2. جي صفر نحصلو عليه هو 2، جي ناقص 1 نحصلو عليه هو 5، وجي 2 نحصلو عليه جي ناقص 1 نحصلو عليه هو 5، وجي 0 هو 2، وجي ناقص 1 هو 5، وجي 2 تساوي ناقص 4. اذا عندنا الصوره الاولى هي 2 العدد ديالها هو 0، والصوره الثانيه هو 5 العدد ديالها هو ناقص 1، والصوره الثالثه هو ناقص 4 والعدد ديالها هو 2. اذا جي صفر تساوي 2، جي ناقص 1 يساوي 5، وجي 2 تساوي ناقص 4. اذا تحديد العدد اكس الذي صورته 1 بالدالة جي. عندنا نحدد واحد العدد سميتو اكس الذي صورته 1 بالدالة جي. عندنا ناقص 3 اكس زائد 2 تساوي 1. خاصنا نحلو، ندير واحد الحل ديال هاد الدالة التألفية، ردو على شكل معادلة من الدرجة الأولى. خاص نلقاو بأن اكس يساوي 1 على 3 في الآخر. نديرو التعويض، نديرو جوج على 1 على 3 ونشوفو الصورة ديال شحال تساوي. إذا هنا عندنا ناقص 3 في 1 على 3 زائد 2 تساوي ناقص 3 على 3 زائد 2. ناقص 3 على 3 هي 1، ناقص 3 على 3 هي ناقص 1 زائد 2، حصلنا على 1. إذا ناقص 1 زائد 2 هو 1، إذا جي على 1 على 3 هو 1. إذا العدد 1 على 3 الصورة ديالو هو 1. نمشيو لهنا نديرو التمثيل المبياني ديال جي إكس تساوي ناقص 3 إكس زائد 2. تلاحظوا بأن الصورة ديال صفر هو 2، لاحظوا الصورة ديال صفر هو 2، والصورة ديالو ديال ناقص 1 هو 5. إذن يكفي نحدد نقطتين على المعلم ونرسمو مستقيم
او تمثيل مبياني ديال الدالة جي اكس. اذا كان هنا اذا نكتفي بهذا القدر من تصحيح ديال الدوال التآلفية خاصة بالمستوى الثالث ثانوي السنة الثالثة ثانوي اعدادي. هادشي كامل لفائدة التلاميذ المستوى الثالث ثانوي اعدادي. لان موعدنا ان شاء الله يتجدد في فيديو جديد وسلسلة جديدة من الرياضيات. هذه قناة خاصة بالتواصل وكذلك خاصة بالرياضيات لكي نفهم ونستفيد ونستوعب مادة الرياضيات في جميع المستويات المهمة، مستوى السادس ابتدائي، مستوى الثالث ثانوي اعدادي. كان معكم يوسف دلال من هذه القناة هذه. اذا يشرفني ان اتعامل معكم ايها التلاميذ الاعزاء، مستوى الثالث اعدادي وكذلك مستوى السادس ابتدائي. اذا الى لقاء اخر ان شاء الله، دمتم في رعاية الله.